مبروك. كل ولاد عمي هذا اكثر مع كاع الشراد ولاد القحاف. سال خير ولاد الصح. مبروك لكل ولاد عمي وطنكم جميعا. الحمد لله ابد الجماهير الا ان تغادر مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس الا والجماهير فريق الوداد وسجل هذاك الهدف ان شاء الله مقابله العوده. الفريق الوداد البيضاوي خارج الميدان غادي يكون مزيان خارج الميدان يسجل اهداف خارج الميدان ويدافع على الارضيه. شوفوا خدمه خارج الميدان غادي هذا ان شاء الله. وراه واش البرودو من باب فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله ثاني لاعب ولا غادي ضارب بهم غادي يتاهلوا لينا النهايه مع صن داوود الاهلي المصري وان شاء الله على فريق الوداد البيضاوي. كما ونجم من الشجاله على مازين بي قال لي غوت غوت من الشجاله ونجم على مازين بي قال لي غوت غوت يا ولد الحاج هضر ما يخندروا بي انا غوت انا غوت غوت يا ولد هدف لاروى واو 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 عزيز علي الوداد عزيز علي وانا راه في محمد البيضا كاع الجراد ولا اللي ما عجبنيش انا في المقابله هو كاع الجراد ولا ما خليتو تونس والو خصنا هذا ان شاء الله غنتاهلو ان شاء الله ضروري وان شاء الله الفريق الوداد الجماهير تمشي فرحانه ان شاء الله غنتاهلو النهائي حافله غتخرج الدفاعيه حيت راه في الدرجه داير الدفاع الوراء انا عزيز علي فريق الوداد البيضاوي الى الوداد اللي ما كتبقاش ثاني كيفاش هو من ثاني فرقه انا فيها دخلوا عندي غادي ينزل الوداد يدفع الاختصاصي عزيز علي.